Al-barnamiju sadis wa huwa ad-du'a wa kadzalika narju min fadilati ayyahtatima hadhil haflah bi du'a wa li hadratil mukarram asy-syaikhul hajj Muhammad Afandi falyatafadhal ilaihi masykuran. Berlanjut acara yang keenam yaitu doa kepada Romo Kiai Haji Afandi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Wau mahalul kiam napa? Tidak dereng mahalul kiam nggih. Monggo sareng-sareng kula panjenengan bersolawat datang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mahalul kiam sekaligus doa. Allahumma shalli ala Muhammad. على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا يا وجه سروري اللهم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات يا رسول سلام
ما رأينا العيسى حدث مرحبا بصورة الله إليك مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا مرحبا
عليك صلوات الله عليك. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا حبيبنا يا محمد. نتوسل بك يا رسول الله إلى الله إلى الله يا الله بحبيبك المصطفى ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نطرح إلينا برحمتك، نطرح إلينا يا الله برحمتك، نطرح إلينا بمغفرتك يا الله. نسألك يا الله بحبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نسألك الفوز والعافية في الدنيا والآخرة، نسألك الفوز والعافية في الدنيا والآخرة، نسألك الفوز والعافية، نسألك محبتك معرفتك ورغبتك ورغبتك فيما عندك والأمن والعافية، واضف علينا بالبركة وألهمنا الصواب والحكمة، وألهمنا الصواب والحكمة. نسألك علم الخائفين وإن بدل المخبتين وتوبة الصديقين وشكر الصابرين ومحبة حبيبك حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم محبة. اللهم يا الله بحبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم افتح علينا فتوح العارفين يا الله، اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفهمنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وألهم الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا باب رحمتك، اللهم افتح علينا باب يا الله السلامة والعافية. اللهم نسألك باب كل مغلق يا الله، اللهم افتح علينا باب كل مغلق يا الله يا رحمن الرحيم، افتح لنا يا الله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما جهلنا ونعوذ بك من حر أهل النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما جهلنا النار. اللهم اجعل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا الله لنا دليلا ومرشدا وشيخا ومربا يا روحنا. اجعل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لنا يا الله دليلا ومرشدا وشيخا ومربا يا روحنا. اللهم اجعل سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم يا الله لنا دليلا ومرشدا. اللهم ارزقنا في الدارين يا الله، اللهم ارزقنا، اللهم ارزقنا في الدارين ورياضها، اللهم ارزقنا في الدارين يا الله. اللهم اجعل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا مقبلا علينا في كل يا الله، مقبلا في كل احوال، مقبلا في كل يا الله، مقبلا علينا يا الله عند سكرة الموت، مقبلا علينا عند القبر يا الله، مقبلا علينا عند السلام، مقبلا علينا عند يا وحسن، مقبلا علينا يا الله. ولا نفارق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله يا الله، وتؤينا إلى جواره يا الله، وتؤينا إلى جواره يا الله. مولي أشهد صالح المشاهد أجمعين وأنبائنا وأمتنا وضرياتنا تنبنا أجمعين يا الله، وتؤينا جواره صلى الله عليه وسلم يا الله، مع أنبائنا وأمتنا وضرياتنا أجمعين، وتؤينا إلى جواره كديم الله الذي نعمت عليه من النبيين أشهد الصالحين يا الله. إنك على كل شيء قدير يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا المعهد مباركا من فعل خدمة حكمة رسولك مشهورة في عالم الملكوت يا الله. يا الله يا رحمن الرحيم، إنك على كل شيء إشان من في هذا المعهد من طلب هذا المعهد يا الله، من عبادك الصالحين، من عبادك السعيدين، من عبادك المكرمين، من أهل العلم وأهل الخير، من علمائك العاملين، من حبيبك يا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا رحمن رحيم، إنك على كل شيء قدير، الخلق في أمرنا كله يا الله يا الله يا الله. وصلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البرنامج الأخير وهو الاختتام. قبل أن نختتم هذا الحفلة، نحن لجنة الحفل إن وجدتم الأخطاء والغلطات نرجو منكم العفو الكثير. وهي نختتم هذا الحفلة بحمد الله. Acara yang terakhir yaitu penutup. Sebelum kami tutup, apabila ada kesalahan kami mohon maaf sebesar-besarnya. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jazakumullahu ahsanal jazak. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.